تحقيق التبادل التجاري بين شمال الوادي وجنوب الوادي. وأما إذا كان التي أثبتت بنتيجة تجربة مدينة أو الكيل أو الكيل الأول ثم عرفت بالنصوص اليمنية في الكيل الثاني ثم أصبحت شعب الإمارات العلمي في لغتنا العربية. أما لماذا سميت مثل الكيل أو الكيل أو الكيل الكيل؟ فإذا لأسباب كثيرة، فكان الأول أنها كانت مركز لتجارة الأكوان، وخصوصا في تلك الفترة التي كان الرومان فيها في مصر فكانت من بين أدوات حروبهم من الأكوان. السبب الثاني أن تجارة الفيل كانت شائعة في هذا المكان، والسبب الثالث ربما وأقلهما وأضعفهم أن التكوينات الصخرية في هذا المكان تبدو على شاكلة الأكوان في بعض الحالات. هذه الجزيرة كانت أيضا محجرا من محاجر الجرائم. هذا الشيء يتعلق بإسم أسوان، ونحن نحاول أن نفرق بينها وبين أبو أو إليفنت. وأيضا في إطار التفرقة لابد أن نذكر أن الإقليم الأول من أقاليم مصر الهادية اللي أسوان كانت عاصمته كان يعرف باسم التاسيسي أو آلة بلاد النوبة أو بلاد الجنوب. إذا التاسيسي اسم الإقليم، أسوان اسم المدينة، أبو اسم جزيرة إليفنت. أما ديلي وليست فيلة ولا صلة لها بالفيل، وهي التي كانت تضم ذلك المعبد الشهير معبد إيزيس ربة أو معبودة ديلي، فنتصور أن الاسم اليوناني اللي هو ديلي اشتق من ثالث ديلك أو ضاء ديلك، وكما المكان الذي يتحكم بالماء، المكان الذي يحدث الماء، فربما جاء منه الاسم الذي يعرف في مصر الان بديولاك، بائلينك بعد ديولاك، يعني كلمة ديولاء ليست كلمة عربية على الاطلاق، جاء كانت ديولاء ابو العلا او ديولاك التبريل الى اخره، وهذه الاسماء مرتبطة بحدود معينة وبنهاية معينة. إذا جاء كيلو التي كانت تضم ذلك المعبد الشهير كانت ايضا من الجزر الصخرية وخصوصا من صخر الجرانيت. هذه الجزيرة طبعا نفاذ فهنا الان بعدما نزل المعبد الى جزيرة الضخم الاسم الرالي وهو جزيرة ايجيليكا، وهي جزيرة ايجيليكا اسم مفروض يعني جزيرة ايجيليكا. اذا عندنا حنزور مقابر ابو دلعاء، حنزور ان شاء الله جزيرة ايليفنتين بما فيها من اثار، وخصوصا نرجو ان نتمكن من المعبد معبد الحلول. طبعا نجد ان اذكر ان التاريخ الرئيسي في هذه المنطقه بلوم وبركتين فاتت وعنقد اللي يسمى في اليونانيه الكافيس وعبقيس، لهم معبد هناك بتعمل فيه البعثه الالمانيه من فتره، فنرجو ان نتمكن من زياره معبد الحلول، لكن ان شاء الله نرجو ان نتمكن من زياره. هنشوف ايضا مقياس النيل، مقياس النيل ده كبيرة، وهنشوف المتحف الكبير الاقليمي للمناديب اللي هو متحف اسوان، وكما تعلمون هناك متحف اخر تحت الانساء هو متحف بلاد النوبة، وذلك المتحف الذي سوف يضم كل اثار بلاد النوبة في اي مكان في مصر كمجمع واحد. وبعدين الجزء الثالث طبعا جزء ناقص التكليف، لان المقابر كلها ليها ضياء، في مزيد ضياء، في زياره ضياء، المقابر لقمة الاهتمام الفقرية في المنطقة الغربية. عن الأخ عبد السلام عن التطوير والزراعة على قصة منطقة جزيرة المغادرة. كان اليوم الأول مع عاصمة المريخ عن نزور أيضا المجلة النقطة في المحضر الشرقي، أنا عملها مفيش أي مشكلة على الإطلاق. وتبقى اليوم الثاني طبعا على ديسمبر، من اقتراح رفيع جدا انا شايف من الاخ عمرو او الاخ ماجد اذا فاتن علينا، انه مش ضروري نروح او نرجع من ابو سمبل ونطلع مباشرة على المراح، او حتى لو جبنا حاجة متعبين جدا ونروح مباشرة. اليوم الثالث هيخصص لزيارة المعبد الضخم الضخم معبد الماء الجديد في سيلو بكل ملحقاته، ثم حنزور اذا ما كناش هنلقى نزور ونطلع حنزورها في هذا اليوم،
وبعدين اتحال او بعثنا رسائل كثيرة عشان ناخد تصريح لمعبد كلابشة، لان معبد كلابشة لا يزار، لان بعد رسالة المنطقة الجمركية. وهذا الرجل طبعا انا حاولت كل اللي عادت فيه المحاولين والناس عملت المستحيل، لكن موضوع المتحف اللي بسناش انا فكرت لبعض الزملاء الزميل اللي عنده التمثيل بتاعت الخبيئة كعودة شخصية كل فجأة قبل يزيل نادين وراح الى الطاهرة ولا يزال في الطاهرة حتى هذا الوقت، فهم اعتذرين بشدة وانا كمان بعتذر لكم ما تذكرناش فيه تمثيل الخبيئة ان شاء الله تسجيع علي الصلاح واحدة. بعد كده تبقيكم موضوع الكتب العالي وغيره، ويمكن كان الاخ ماجد برضه طلع بيقول لي اين معبد يزيد في وسط جنوب اسوان؟ انا ما اعرفش طبعا معبد يزيد في جنوب اسوان، لا اعرف معبد يزيد غير معبد سينا، وطبعا واضح ان الكتاب الاشعار يشير الى معبد اخر صغير او مقصوره صغيره هنسال وجهها ان كان موجود هنزوره باذن الله وان كان متاكد. طبعا لا نريد ان ندخل فيه، طبعا لو فكرت في زياره اخان في قريب من منطقه اخان ما يسمى بمعبد بيت الوالي رسول الله، انما كل دي طبعا محتاجه معبد صغير محتاجه مزيد من الوقت ومزيد من الجهد لا يقدرنا حمد الله. يعني ايضا انت بعتقد وانا متاكد ان انت يقين انه كل الحمد اللي نعمله باسوان اي منطقه في امكانيه لزيارتها هنحاول ان احنا نوفيها في اليومين اللي قبل طبعا في زيارتنا بسندل كنا نتمنى ان احنا نزور معبد المعابد المنتشره في طريق الى بسندل، لكن اقرب معبد على فئه الصحراء في بشر الصحراء، واظن انها حضرتك الزاويه اللي لها واحنا نروح لها في جمال الزاويه في كل هذا الجو الحار الخام. بيت المعبد كل لو كان حضرتك اي اقتراح او اي اسئله انا طبعا هتكلم عن معابد بلاد النور المستقبل كتدريب في اثناء الرحله الى بسندل، وهنتكلم عن المعابد الاخرى اثناء معابد الاخرى اثناء زياره هذا المعابد. وشكرا. Thank you.
مثلا في هذه البلاد الميزة كانت تعني ان يكون هناك موظفين تابعين لمصر في هذا المكان. في هذا المكان الذي نبني فيه نقر حكام اسوان مقابر هؤلاء الحكام الذين كان عليهم حراسة البوابة الجنوبية لمصر. وبدأ نقول هؤلاء الحكام حتى القوة تتبعهم للحكام. لكن أصبح أكثر قوة أصبح مدرسة الشتى عندما وصلت التعليمات الملكية إلى روح اختراق اختراق ملاك المياه. هنا بعض الأحيان يرجع الجماعة محمود ميتو تبني مجرى ثم هذا الاسم كل مصر في مطار واحد مطار معظم هؤلاء الذين نقروا بانفسهم هذه المقابر كانوا ينتمون لنصر الفتنه وعاشوا في عهد نصر الفتنه. السجن الاول بني النعام والسجن الثاني بالذات. ثم كان هناك وجود ايضا قوي جدا في الدوله في مصر. هذا الوجود القوي في الدوله في مصر تمثل في مظاهر عزه من بينها ونحن في سلسله المقابر مقبره ايضا بشخص يدعى صالح جوز الثاني من مصر الثالثه. ونحن لنعرض الحديث عن مدى توصل مصر في بلاد النوبة إلى أن وصل إلى أقصى حدود جنوب مصر في عام 2018. كانت الحملات تخرج شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لكي تؤكد وجود الإمبراطورية. حكام أسوان هذه المجموعة التي نقرت مقابرها هنا في شكل مسجد. لعل عشر هؤلاء حبوا وهنشوف إن شاء الله أفضل ذلك الذي قام بمجموعة من الحملات في تلك البلاد التي كانت تعرف تلك البلاد تركيا أو العراق أو إيران أو بلاد اليمن لبند خيراتها وفي نفس الوقت لتثبيت الوجود المصري. حرب كان أهم حدث في حياته حدث غريب أوي أن هناك حكي أن يحضر حزما يؤدي رقصات دينية مقدسة للملك جدا. لما أحضر هذا الحزم وأدر الأمر للملك الناس بعد الرافض هو لسه ناس. وكما ذكرت في السياره بالامس طلب منه ان يكون حريصا على هذا القسم وكان قد سبق لاحد قارئ القسم في عهد جبت رائد فتره خمسه في ان يحضر قسما مماثلا عشان كده حسيت وقلت ان جلاله الملك ما حدش جاب هذه هذا القسم غير طارق الزيت في عهد جبت رائد. الملك بعد الرافض يتوضع هذه الخطوط وتجيب على وحيات مصطفى اعجازا واعتزازا للملك. تبني كان يقوم بنفس الدور لكن من قبل تبني الاستاذ راس ليسا كان هناك ابوه لجنبك اسمه ميخو او ميخو. ميخو كان ايضا قائدا بعض الحملات لكنه في هذه المره حملات اتجاه البحر الاحمر كجزء من امتي. وهو في مره من المرات يقول لاعدائي المراكب التي سوف اخبر بها في البحر الاحمر قتل. وقل لابني ان يجلب جثه ابيه وعندما يمنع في ذلك اكثر يمكن ان تستعير الحياه في العالم الاخر فانه سوف يتقى من خلال ذلك. اذا تبني راح جاب تبني يمشي وراء جاب جثه ابيه ودفن الاثنين يسافر يمكن في مقبره واحده ولما دفن الملك وافقه على هذا الامر واعدام المقبره. ثم هناك ايضا بيجي ماء قائد من مجموعه من الحملات التي خرجت من هذه المنطقه. ثم هناك بقيه الاسماء التي واختاروا هذه السلسله الزمنيه جاءنا في ذلك شان مناطق اخرى كما حتى نطلع عملنا عليها ونقر هذه المقابر او هذه المقابر التي لا تبدو ضخمة كغيرها من مقابر الدولة. بل واضح أن بعض هذه المقابر لم يكتمل لا صحن ولا نقش ولا تسجيل الوثائق أو المسير الخاصة. مقبرة بسيطة جدا في تعتبر صخمة موجودة. المدخل ثم صار تقوم على مجموعة من الأنملة المنصعبة ثم أحيانا بعض الأدوار الجنوبية وبعدين بلاد الفكر في هذا المكان يؤدي الى حفظ الدم.
هذا النوع من المقابر يكاد يكون نفس طريقة المقابر في الدولتين القديمة أوروبا وأحسن المقابر المنصورة في الأسر. ولكنهم اكتشفوا أن الانتظام والسكور غير صلاح. فكانوا في بعض الأحيان يحاولوا تنفيذ المعيش على انتظار مباشرة أو تغطيتها بطرق من الأمراض وتنفيذها. فرجع له بعد وفاته بفترة قصيرة استخدمت هذه المقابر لبنات الجماعة. قالوا هذا عندما تشفى عن هذه المقابر على فترات مختلفة عثروا على كثير من الخيارات العظمية التي تشير إلى أو البطنات إلى أنها كيف تكون سوى من تعرف تغطيها على حسنة في دائرها وإنما أصبحت مكانا للتنفيذ عبر السوق. فأحد هذه المقابر اللي هي واحدة من المقابر والأرض اللي صارت مقابر أربع أقسام مقابر النبلاء أو مقابر بعض الزمن لهذه المقبرة، الزمن الكبير، عبر الكبير، كل دي
فيها انها لحكام اسلام في اطار فن الاقليمي فن تقليم. التكليم تغير تماما. هناك المقبره الاصليه 6 اعمده بيقوم على بيقوم عليها السقف، السقف مش حقيقي دلوقتي. في قياس، في تنزيل مفروض محتوى في التمثال، لكن بعد كده استخدمت كما قلت في عصور مختلفه، اصبحت هناك مجموعه من الفتحات المقابر. فتحت على بعض بقدر الامكان عشان الناس تستخدمها في دفنات عامه. هنا استوى الفتر المهدد على طبقة المنهرة مع الناس
الحاجة نكتب على الحجر مباشرة معلش يمكن الكتا ولا نكتب على طبق المراد إن هذا الكتا تكون تقليدية ده عمود وأقول الوقت المغرين من دفير سيد الأثمان ملاحظة المراد الثلاثة على طبق المهنة المراد بالنين نشوف على الجانب الآخر كيف الحركات الضغط على جيد الضم المنطقة هنا ثاني لكن المنطقة هنا باعطي هنا في الكتابات اللي يجيب هم الكتابات كبيرة 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 التنفيذ ضم على الخانة الضغطات التنفيذ ضم طرقة من الضغط الضغط وزي مثل الطرقة عيد عندما تجيب الضغط المنطقة الصعيدة لغاية الضغط وزي كنت مثل المنطقة الضغط المنطقة الضغط الضغط كان يجيب الضغط وتنفيذ على الطرقة من الضغط فأنا أخذ من جبت وأنا أخذ من الأسفل بكل هذه الحجر أنا أخذ على الحجر أن يجب أن أن الحجر لا يرقب لي التنسيب إلى المسيط الأسفل لشخص المسيط كان هو الأسفل كل ما هو رسول أصحاب الأسفل الجامعة إذا أخذ معاك ثم أراد أن أخذ حجر Thank you.
من بره وحاجات كده والحمد لله. طب دي بتعمل حاجه 24 سنه كان كلها بيوت اللي جاي بيخبط فيها.
وبعدين تبتدي عملية التخرير من الجلد. إذا أمر بالجلد كان عن المهارة.
انا بقول لك
الجنة فعلا. لكن أرد الله